أوحش يوم في حياتي. بعدها كل حاجة اتغيرت، لكن أكتر وقت أنا محتاجة فيه لحضن مامي. حضنها اللي أنا عمري ما حسيت بيه ولا حسيت بحنانه حتى. عمري كنت صغيرة، كان عندي 5 سنين، بس أنا فاكرة كل حاجة. وقتها بابي كان مسافر، كان عنده شغل، وأنا مش عارفة أنام. رحت على أوضة مامي، قلت يمكن تخليها أنام جنبها، بس سمعت صوت غريب. فتحت الباب بالراحة، دخلت عشان محدش يحس. لقيت مامي في حضن راجل تاني. في حضن راجل تاني غير بابي. الو، انت مين؟ الو، ازيك يا مصطفى؟ انت؟ ايوه انا. قدرك المستخبي من سنين طويله، كنت فاكر انك هتخلص مني بالسهوله دي. حلو صوت ساره وهي صغيره، ها، مليان شجن. ما تلعبيش بالنار يا كارما، عشان هتحرقك في الاكل. مش هتحرق لوحدي، انت وصافي هتتحرقوا قبل مني بكثير. عايزه ايه؟ عايزك تشلني من دماغك، عايزك تنساني ولا كأن في حاجه حصلت. يعني ايه؟ يعني لا انت حاولت تقتلني ولا انا ماسكه عليك حاجه، والتسجيل ده انا مش هفتكره ولا هفكر ابعته لمراد. اسمع طلباتك. تحليل الدي ان اي اللي انت اكيد غيرت نتايجه عشان تخفيني بعد ما حاولت تقتلني، تبعت التحليل الصح لمراد اللي يثبت ان انا بنته. وايه اللي خلاكي متاكده ان اديت نتيجه تحليل مزور لمراد؟ ما انت بقيت عشرة عمري يا درش، بقيت حافظه حركاتك الوسخه. افرضي اني اديت نتيجه تحليل مزور لمراد، عايزاني يعني ببساطة كده أقول له إن أنا كذبت عليك؟ يا مصطفى أكيد أنت هتعرف تتصرف، ما أنت محامي كبير بقى والكلام لعبتك.